أبنائي طلبة الطالبات دبلوم المدارس الثانوية الصناعية تخصص إلكترونيات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة النظم الإلكترونية. هنتكلم النهاردة على الجزء اللي احنا كنا اتكلمنا عليه، أو هنكمل على الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه في الحلقة السابقة، وهو الرسم التخطيطي لجهاز الإرسال الـ AM. ونفكركم بسرعة، قلنا جهاز الإرسال أو الرسم التخطيطي لجهاز الإرسال الـ AM بيتكون من 3 أقسام. إيه هما 3 أقسام دول؟ قلنا قسم الصوت، وقسم الصوت ده كان بيحتوي على الميكروفون، مكبر أول ومكبر تاني ومكبر قدرة. القسم التاني اللي احنا قلنا قسم الترددات العالية، وده كان بيتكون من المذبذب البلوري والمكبر الفاصل ومضاعف التردد. واتكلمنا عليهم بالتفصيل، وقلنا كل مرحلة أو كل وحدة من الوحدات بتاعت قسم الصوت وقسم الترددات العالية فايدتها ايه. هيفضل عندنا الجزء الثالث في جهاز الارسال الاذاعي الـ AM، اللي هو الجزء اللي خاص بعملية التعديل والارسال. الجزء ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من مرحلة مشكل او معدل. يبقى كلمة مشكل او معدل AM، الاثنين صح. مرحلة تشكيل AM، مرحلة تعديل AM، الاثنين صح، الجملتين صح. طيب بيتكون من ايه تاني؟ بيتكون من مكبر تردد عالي. تشكيل تم في مرحلة التعديل او التشكيل، وبعد كده الاشارة تروح للمكبر بتاع القدرة بتاع التردد العالي عشان يكبر قدرة الاشارة. وبعدين بتتنقل على مرحلة تالتة في قسم التعديل، اللي هي قسم ووحدة توليف الهوائي، اللي هي بنسميها وحدة توافق. توافق يعني ايه؟ بتعمل كلمة توليف يعني بنولف حاجة على حاجة تانية. فكلمة توليف أو توافق الاثنين صح. بتعمل ايه وحدة التوليف الهوائي دي أو وحدة التوافق دي؟ بتعمل توافق بين خارج مكبر القدرة اللي هو قبلها وداخل الهواء اللي هو بعدها. عشان خارج مكبر القدرة بتكون الممانعة بتاعته عالية جدا، وداخل الهواء بتكون مقاومته منخفضة. مين اللي بيعمل التوافق بين الممانعات دي؟ هي وحدة التوليف الهوائي. بعد كده بيجي عندي آخر جزء في قسم الارسال او التعديل والارسال، تعديل AM والارسال، اللي هو الهواء. وده يعتبر اخر مرحلة او اخر جزء بتمر به الاشارة في محطة الارسال او في جهاز الارسال AM. هواء الارسال ده اللي مسؤول عن تحويل الاشارة الكهربية. خلي بالك معايا بقى، تحويل الإشارة الكهربية، احنا بنتكلم عن جهاز إرسال إذاعي، يبقى تحويل الإشارة الكهربية المعبرة عن الصوت. طب لو بنتكلم على جهاز إرسال تلفزيوني، هيحول إشارة الصوت وإشارة الصورة من إيه؟ هيحولهم لإيه؟ بيتحول الإشارة اللي داخل الهواء دي، يعني بنتكلم دلوقتي في جهاز إرسال إذاعي، يبقى إشارة كهربية المعبرة عن الصوت، بيحولها لإيه؟ بيحولها إلى إشارة كهرومغناطيسية، ويبتدي بعد كده ينشرها عبر الأسير عشان تستقبلها أجهزة الاستقبال عن طريق هوائيات الاستقبال. ده الجزء الثالث اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة بالتفصيل. يبقى الجزء ده اللي خاص بعملية التعديل والإرسال، زي ما احنا قلنا تكون من معدل AM، مكبر قدرة تردد عالي، وحدة توليف الهوائي، هوائي الإرسال. هنشوف الوحدات دي والمراحل دي فايدة كل مرحلة بتكون ايه. نشوف الكلام ده على الشاشة. ده الجزء الثالث طبعا في محطة الإرسال أو جهاز الرسم التخطيط لجهاز الإرسال الـ AM. ثالثا قسم التعديل الاتساعي، ويتكون من هيتكون من كم حاجة زي ما احنا قلنا؟ معدل اتساعي أو مشكل اتساعي، برضو اتنين صح، مكبر قدرة تردد عالي، توليف الهوائي والهوائي. شوف الترتيب اللي احنا كاتبينه ده، هو على فكرة ترتيب المراحل بالظبط في الرسم اللي هنشوفها. معدل، وبعديه مكبر، وبعديه مرحلة توليف الهوائي، وبعديه هوائي الإرسال. تعال نشوف الكلام ده على الرسمة التخطيطية اللي احنا اتكلمنا عليها في الحلقة السابقة. ادي الرسمة التخطيطية. احنا طبعا في الحلقة السابقة اتكلمنا على قسم الصوت، وقلنا فايدة كل جزء فيه ايه، ونقولهم بسرعة برضو عشان برضو نتذكرهم مع بعض. الميكروفون كان بيحول الإشارة الصوتية الى إشارة كهربية. المكبر الاولاني كان بيكبر الاشاره اللي خارجه من الميكروفون. وعلى فكره المكبر الاول والميكروفون دول بيبقوا في الاستوديو، اما المكبر الثاني ده بيبقى في محطه الارسال. المكبر الثاني او مكبر تردد صوتي ثاني بيكبر الاشاره
اللي خارجه من المكبر الاول الى المستوى المطلوب لتشغيل مكبر القدره. وبعد كده مكبر القدره هيكبر قدره الاشاره اللي هي الاشاره الكهربيه طبعا اللي هي معبره عن الصوت، وينقلها الى مين؟ الى مرحله التشكيل او التعديل. ده قسم الصوت. القسم الثاني اللي احنا اتكلمنا برضه عليه ونقوله برضه في حلقه اتكلمنا عليه في الحلقه السابقه وهنتكلم عليه ثاني بسرعه دلوقتي عشان برضه نتذكره. مذبذب البلور ده كان بيطلع التردد العالي اللي هو المذبذب الرئيسي. المكبر الفاصل ده بيكبر الاشاره اللي خارجه من المذبذب وبيفصل المراحل اللي بعد كده كلها اللي هي بعديه عن المذبذب عشان ما تعملش عمليه تحميل او لود على المذبذب. مضاعف تردد بيضاعف تردد مين؟ الاشاره اللي تم تكبيرها عن طريق المكبر الفاصل، وده قسم توليد التردد العالي. قسم التعديل الاتساعي الاي ام اللي احنا هنتكلم عليه بقى النهارده ده هو اللي بيتكون من الاتي: مشكل اي ام تاني ومعدل برضه عشان برضه ما ننساش مشكل او معدل، مكبر قدره تردد عالي، وحده توليف الهوائي هوائي الارسال. طيب يبقى ده خلي بالك بقى معايا، المشكل هنا او المعدل هنا داخل له كام اشاره؟ ايوه داخل له الاشاره الصوتيه اللي هي تردده منخفض، وداخل له الاشاره بتاعت التردد العالي اهي. هتخش الاشارتين دول على مين؟ على المشكل او المعدل تعديل الاتساعي اي ام. هتطلع الاشاره اهي، خلي بالك معايا، التردد العالي هنا الاتساع بتاعه بيزيد ويقل على حسب الموجه الصوتيه. يبقى دايره المعدل دي بتعمل ايه؟ بتغير في اتساع الموجه الحامله ذات التردد العالي على حسب التغير في اتساع الموجه الصوتيه اللي هو التعديل التردد اللي احنا شرحناه بالتفصيل قبل كده. مكبر القدره ده هيعمل ايه؟ هيكبر قدره الاشاره اللي خارجه من المشكل اللي هي اشاره التردد العالي دي الى المستوى المطلوب عشان برضه يبعتها لاقصى مسافات، لان بكبر لك قدره القدره دي بتتحكم في مدى الارسال. وحده التوليف الهوائي هتعمل توافق بين خارج مكبر القدره اللي هو المنع بتاعت مكبر القدره العاليه وداخل الهوائي اللي هو ذات المقاومه او المنعه المنخفضه. الهوائي الارسال هياخد الاشاره اللي تم تعديلها اي ام اللي خارجه من وحده التوليف الهوائي ويغيرها او يحولها من اشاره كهربيه الى اشاره كهرومغناطيسيه ويبتدي يبعتها عبر الاسير. ده القسم الثالث اللي احنا قلنا عليه اهو، اللي هو قسم التعديل والتعديل الاتساعي والارسال. وزي ما احنا قلنا اهو بيتكون من مشكل مكبر قدره تردد عالي، وحده توليف الهوائي والهوائي. تعال نكتب كل مرحله بتعمل ايه بالظبط. اول حاجه المعدل الاتساعي اللي هو مشكل ده طبعا هنا يتم التعديل او التغيير في مين؟ في اتساع الموجه الحامله تبعا للموجه المحموله اهو. يقوم بتعديل اتساع الاشاره ذات التردد العالي اللي هي بتاعت الموجه الحامله حسب اتساع الموجه الصوتيه اللي هي منخفضه التردد اللي هي الموجه المحموله. ده مين؟ ده المشكل. بعد كده الاشاره تروح لمين؟ لمكبر القدره. مكبر قدره تردد عالي هيعمل ايه؟ يبتدي يكبر الاشاره اللي خرجت من مين؟ من المشكل اللي هي معدله تعديل اتساعي. يقوم بتكبير قدره الاشاره المعدله اتساعيا بحيث يمكن ارسالها الى مسافات بعيده. زي ما قلت لك القدره كده مرتبطه بمدى الارسال. وحدة توليف الهوائي ودي مسؤولة عن انها تعمل توافق، بتقوم بعمل توافق بين ممانعة الدخل الهوائي المنخفضة وممانعة خارج مكبر القدرة حتى يمكن وصول اكبر قدرة ممكنة الى الهوائي. هوائي مين بقى؟ هوائي الارسال اللي هو اخر حاجة عندنا في محطة او في جهاز الارسال، وده مسؤول عن تحويل او يقوم بتحويل الاشارة الكهربية للاشارة المرسلة اللي هي الاشارة اللي احنا عايزينها يعني اللي هي المعدلة الى اشاره كهرومغناطيسيه تنتشر عبر الاسير. هنشوف دلوقتي دايره جهاز ارسال اي ام، ولازم نقف هنا ونوضح جزء. ايه اللي نوضحه؟ خلي بالك بقى معايا فرق لما اجي اقول لك اشرح مع الرسم او اشرح الرسم التخطيطي لجهاز ارسال اذاعي اي ام. وايه الفرق بينه وبين السؤال اللي هقوله تاني دلوقتي بقى؟ اشرح دائرة ارسال اي ام. تفرق دي عندي تفرق تماما، وعشان كده بنقول لابنائنا وبناتنا لما تيجي تقرا سؤال في ورقه الامتحان اتأنى، يعني اتأنى كويس جدا وانا بقرا السؤال. ليه؟ لان
السرعه في قراءه السؤال ممكن تخليك تروح تجاوب حاجه تاني غلط تماما مش هي المطلوبه. ازاي؟ ده انا بقول لك دلوقتي اشرح الرسم التخطيطي، خلي بالك معايا، الرسم التخطيطي لجهاز ارسال اذاعي اي ام. اشرح دائره ارسال اذاعي اي ام. شوف السرعه هي كلمه تخطيطي ودايره، انا بتكلم دايره اهو، دايره يبقى فيها ايه؟ تمام، يبقى فيها شرح لمين؟ للعناصر بتاعت الدايره بتاعتنا، ترانزستورات، الميكروفون، المكثفات، الكلام ده كله دايره، يبقى هرسم دايره. انما السؤال الاولاني بيقول لك رسم تخطيطي اللي هو البلوك دايجرام، يبقى لازم زي ما قلت لك كده، ما يعني في الاسئله لما اجي اقراها ما اقراهاش بسرعه، لا اتأنى واشوف ايه المطلوب بالظبط، لان زي ما بنشوف كده بنشوف مشاكل، المشاكل دي بنشوفها ايه؟ الطالب يبقى ايه؟ جاوب بسرعه الرسم التخطيطي او اشرح الدايره وراح اعمل الرسم التخطيطي. ما بيعرفش الكلام ده الا بعد ما بيخرج من العلم. يبتدي يفتكر او حد زميله بيقول له السؤال ده كذا، يبقى لا، من البدايه خالص نتأنى ونقدر نفصل بين، يعني احنا دلوقتي في مرحله ان احنا بنذاكر، يبقى نفصل بين الرسم التخطيطي والدايره. ازاي افتكرهم؟ الرسم التخطيطي ده بلوك دايجرام اللي هو رسم المربعات بتاعته او المخطط الصندوق، ماشي. انما لما اقول دايره، خلي بالك من الكلام اللي بقوله، بقول دايره يبقى لازم على طول هشرح العناصر بتاعت الدايره اللي هو ترانزستور، مقاومه، مكثف، الكلام ده كله، والميكروفون. وبشرط اساسي، ايه هو الشرط الاساسي؟ ما انت لو مش فاكر الرسم التخطيطي بتاع محطه الارسال هتبتدي تتعب شويه في انك تفهم الدايره نفسها، لان الرسم التخطيطي ده بيوضح لي الشكل العام بتاع الدايره هتكون ازاي. زي ما احنا قلنا لسه متكلمين على الرسم التخطيطي، في قسم للصوت، الله، يبقى في حاجه للصوت، ده جزء خاص بالصوت، وفي جزء للتعديل بتاع الطرد العالي، وفي جزء للتعديل والارسال، او جزء اللي هو خاص بتوليد الموجه التردد العالي، وجزء خاص بعمليه الارسال. يبقى لازم الاجزاء دي في الرسم التخطيطي اللي موجود عندي لازم اشوفها فين؟ في الدايره نفسها. يبقى اذا الرسم التخطيطي ده اللي هو بيمشيني جوه الدايره، بيسهل لي فهم الدايره. عشان كده خلي بالك انا هتكلم دلوقتي على الرسم التخطيطي، واول ما هعرض لك هتكلم دلوقتي على الدايره نفسها، الدايره نفسها بتفاصيلها، واول ما هنعرض دلوقتي هذا الرسم التخطيطي. الله يا استاذ انت غلطت. لا ما غلطتش، ده انا بفكرك ايه اللي موجود في الرسم التخطيطي اللي انت هتلاقيه في الدايره، عشان تقدر تربط بين العناصر اللي احنا اتكلمنا او المراحل اللي احنا اتكلمنا عليها في الرسم التخطيطي والعناصر الالكترونيه اللي هنتكلم عليها في شرح الدايره. تعالوا نشوف الكلام ده. دائره جهاز ارسال اي ام، بص بقى خلي بالك بقى معايا. الله يا استاذ ده انت بتقول لي اهو دائره ارسال اي ام وفي نفس الوقت انت هعرض لي الرسم التخطيطي. لا، ده انا بقول لك الدايره اهو وبفكرك ايه اللي احنا هنشوفه في الدايره. لازم اشوف قسم من الصوت، ولازم اشوف قسم الترددات العاليه، ولازم اشوف قسم التعديل والارسال، لازم. عشان كده بقول لك ايه، ده الرسم التخطيطي الدليل اللي هيمشيني جوه الدايرة. الدليل هيمشيني جوه مين؟ جوه الدايرة. تعال نشوف الدايرة اهي. طالما قلت دايرة يبقى فيها عناصر. طب خلي بالك بقى معايا، فيها قسم، خلي بالك كويس قوي من الكلام اللي قلته اهو، قسم للصوت ده اللي احنا شفناه وقلنا كان فيه مكبر ومكبر قدرة وميكروفون، وقلنا في قسم التعديل اهو اللي طبعا فيه معدل ومكبر قدره والارسال والهوائي، وفي هنا قسم توليد الترددات العاليه. يبقى اذا التلات اقسام موجودين، التلات اقسام دول عرفتهم منين؟ من الرسم التخطيطي، انا ما جبتهمش من دماغي، لا ده هم الدليل اللي كان معايا اللي انا فهمته بالتفصيل هو اللي هخش بيه على الدايره. يبقى انا دلوقتي عرفت الدايره الهدف منها ايه، وعرفت الرسم التخطيطي الهدف منه ايه، هو اللي هيعرفني هتنقل ازاي بين كل مرحله ومرحله. بنبدا بالميكروفون اللي هو كان قسم الصوت،
اللي هيحول الاشاره الكهربيه الى اشاره، الاشاره الصوتيه الى اشاره كهربيه. وبعد كده اروح داخل على مرحله التعديل. طب مين اللي هيعمل عمليه التعديل دي؟ يبقى الميكروفون زي ما احنا قلنا في الرسم التخطيطي، فاكر في الرسم التخطيطي؟ يبقى لما اشوفه في الدايره انا عرفت هو بيعمل ايه. هشوف ترانزستور، ده معدل، ده مكبر، دي مرحله توليد التردد العالي. يبقى انا عرفت الكلام ده كله بالتفصيل. مين اللي قال لي عليه؟ اللي قال لي عليه الرسم التخطيطي. ولو انا فاهم على فكره الرسم التخطيطي كويس قوي وفي ذهني وعارف تتبع المراحل كل مرحله ماشيه ازاي، لما اخش في الدايره ان شاء الله الدايره يكون فيها 1000 عنصر مش هخاف منها، لان انا فاهم الاساس بتاع الدايره دي ايه. الدايره دي في الاخر هتعمل ايه؟ هيبقى في عندي موجه تردد عالي وموجه تردد منخفض، ويخشوا على مرحله تتم عمليه التعديل اللي انا بحط موجه التردد المنخفض على موجه التردد العالي، واخش بعد كده على مرحله الارسال. بس مين اللي قال لي كده؟ الرسم التخطيطي. تعال نرجع للدايره ونشوف بقى كل عنصر في الدايره دي فايدته ايه. احنا اتكلمنا في رسم التخطيط على المرحله كلها بتعمل ايه. لا، ده احنا هنخش نشوف العناصر اللي جوه المرحله، اللي جوه الرسم التخطيطي، اللي جوه كل بلوك. المكبر ده جوه منه ايه؟ هلاقي جوه منه في ترانزستور، واحنا عارفين دايره المكبرات عباره عن ترانزستور او اي سي. الدايره اللي عندنا عباره عن ترانزستور. ترانزستور ده عشان يشتغل كتكبير، ده عايز انحياز قاعده وعايز استقرار حراري على المشاع. طيب يبقى لازم اشوف من الكلام ده كله. طب انا هكبر الاشاره، هنقلها لمرحله تاني عشان اوديها المعدل في الرسم التخطيطي. طب الاشاره تتنقل من المكبر للمعدل، هتتنقل لوحدها؟ لا، لازم يبقى في عندي مكثف ينقل الاشاره دي من المرحله اللي هو بتاع التكبير الى مرحله التعديل. ده الكلام اللي انا بقوله لنفسي، واللي برضه بيدلني بيه او اللي بيخليني اعرفه وافهمه وامشي عليه الرسم التخطيطي. تعال نشوف الدايره ونشوف فايده كل عنصر ايه بالظبط. يبقى ده شفت الدايره اهي، الشكل العام بتاعها اهو. خلي بالك بقى معايا، قسم صوت وفي ترانزستور كيو 1 شغال كمكبر، قسم التعديل وفي كيو 2 اهو شغال كقسم التعديل التساعد، قسم الترددات العاليه او توليد الترددات العاليه، وهنشوف مين اللي هيعمل توليد الترددات العاليه اللي هو ال 2 سي 2 اهي. وادي الهوائي بتاع مين؟ بتاع الارسال. كل الكلام ده انا شفته في مين؟ شفته في الرسم التخطيطي. تعالى بقى الدايره دي كلها نشوف كل عنصر بيعمل ايه معانا بالظبط. فائده كل عنصر في دائره جهاز ارسال الاي ام. هناخد عنصر عنصر. اول حاجه عندي، بص خلي بالك بقى معايا، في ميكروفون اهو، وفي سي 6، وفي كيو 1. الميكروفون ده هيحول الاشاره الصوتيه الى اشاره كهربيه، وبعدين تتنقل عن طريق سي 6. يعني سي 6 ده مكثف نقل وامرار. يعمل ايه سي 6 ده؟ ياخد الاشاره من الميكروفون اشاره كهربيه المعبره عن الصوت وينقلها لقاعده مين؟ كيو 1 اللي هو الترانزستور ده اللي هو شغال كمين؟ كمكبر. يبقى دول لازم نشوف نكتبهم ازاي. اهو الميكروفون يقوم بتحويل التغيرات الصوتيه الى تغيرات كهربيه. تدخل هذه التغيرات اللي هي الكهربيه عن طريق المكثف سي 6 الى قاعده كيو 2 اللي هو الترانزستور. نشوف بعد كده الجزء الثاني. ادي الترانزستور، اسف، كيو 1 اللي هو كيو اللي هو شغال كمكبر، يبقى ده كيو 1. احنا قلنا كيو 2، لا ده هو كيو 1. طيب ده شغال كايه؟ شغال كمكبر تردد صوتي، مكبر موجة التردد المنخفض اللي هي جايه من مين؟ جايه من الميكروفون عن طريق مين؟ عن طريق سي 6. نشوف كيو 1. ترانزستور كيو 1 يقوم بتكبير الاشاره الضعيفه الناتجه من الميكروفون الى المستوى المطلوب. مين اللي جابها له؟ اللي جابها له سي 6، اللي جابها الترانزستور. نشوف بعد كده عندي ار 4 وار 5 على طول اوتوماتيك. احنا شفنا الدوائر دي كتير لما درسنا المكبرات. بص خلي بالك معايا، ار 4 ادي ار 5 اللي قيمتها 47 كيلو اوم، وادي ار 4 اللي قيمتها 10 كيلو اوم. واصلين بمين؟ واصلين بقاعده الترانزستور. يبقى دول بيوفروا انحياز القاعده لمين؟ للترانزستور اللي هيشغل الترانزستور كمكبر. لان خلي بالك برضو نفتكر جزء برضو معين، ان الترانزستور لما وفر له الجهد الانحياز، جهد الانحياز ده اللي هو جهد تشغيل الترانزستور، هو اللي بيحكم للترانزستور ده شغال ايه؟ هيشتغل مكبر ولا يشتغل مذبذب ولا يشتغل ايه بالظبط؟ ولا مكبر للمذبذب، ولا هشغله كسويتش مفتاح؟ كل ده
بيتغير على حسب انحياز او جهد الانحياز بتاع تشغيل مين؟ بتاع الترانزستور. يبقى R4 وR5 دول بتوع انحياز مين؟ الترانزستور، قاعدة الترانزستور. نشوف برضو تقوم المقاومات R5 وR4 بعمل مجزئ جهد لتجزئة جهد الانحياز لقاعدة مين؟ للترانزستور. نشوف كده R3 وC7 بيعملوا ايه؟ بيعملوا استقرار حراري وانحياز مشع لمين؟ لQ1 برضو، عشان ده جهد انحياز للمشع واستقرار حراري، عشان برضو الترانزستور لما يسخن مين اللي هيعمل له عملية استقرار؟ اللي هو R3 وC7 عشان عملية التكبير ما تتأثرش بدرجة مين؟ الحرارة. عندي كده R3 وC7 يقومان بتثبيت جهد الانحياز وعمل استقرار حراري للترانزستور Q1. BR اللي هي بوتنشيومتر، R1 اللي هي المقاومة المتغيرة، دي اهي وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي بتجيب لي جهد الدي سي اللي هو جاي عن طريق البطارية اهو الى مجمع مين؟ مجمع الترانزستور Q1 عشان تجيب لي جهد المجمع. ما لازم يكون عندي فيه جهد على المشع وجهد على القاعدة وجهد على المجمع، والجهود دي هي اللي بتحكم لتشغيل الترانزستور اللي احنا بنسميها انحياز الترانزستور. يبقى المقاومه اللي هي BR1 دي بتجيب لي جهد انحياز بتاع مين؟ المجمع للترانزستور اللي هو الجهد الدي سي اهو. المقاومه BR1 يتم ضبطها بحيث تنقل الجهد المستمر اللي هو الدي سي لمجمع الترانزستور Q1. هتشوف بعد كده عندي C5. بص C5 جاي فين؟ واخد من خارج المقاومه وداخل على قاعه الترانزستور Q2 اللي هو شغال كمعدل. طب دي مكثف، ده بيبقى مكثف نقل وامرار، برضه مكثف كيميائي زي المكثف ده نقل وامرار. طب هيعمل ايه المكثف ده؟ خلي بالك بقى معايا، المكثف ده ياخد الاشاره اللي اتكبرت عن طريق الترانزستور Q1 عن طريق المجمع ويوصلها لمين؟ لقاعده Q2. دي اشاره ايه؟ دي اشاره التردد المنخفض بتاعت الموجه المحموله. طب المكثف ده يبقى فايدته ينقل الاشاره او الاشاره المتغيره اللي هي خارجه من المكبر Q1 الى قاعده المعدل Q2. بياخد الاشاره بس المتغيره ويمنع الدي سي ان يوصل لمين؟ لقاعه الترانزستور ده. يبقى الدي سي بتاع الترانزستور هيتغير، بدل ما اخده من هنا لا ما ينفعش هاخده هنا، يبقى كده مش واخد جهد دي سي خالص، انما اللي جاي هنا عندي اي سي الاشاره المتغيره. طب جهد Q2 بتاع القاعده جاي منين؟ جاي عن طريق R2 اللي قيمتها 47 كيلو اهي. يبقى عرفت ان التفاصيل بتاعه الجزء ده. نشوف كده C5 بيعمل ايه. اما المكثف C5 يقوم بامرار جهد الاشاره الصوتيه بعد تكبيرها الى داخل قاعده الترانزستور Q2 ومنع الجهد بتاع الدي سي لو جهده مستمر من الوصول الى قاعده الترانزستور. يوصل عن طريق مين؟ عن طريق المقاومه اللي احنا قلنا عليها R2. نشوف الجزء اللي بعد كده. بص بقى خلي بالك معايا، L2C2 لو بصيت على L2C2 اهي، ده ملف عباره عن قيمته 200 مايكرو هنري، والمكثف ده اللي هو المكثف المتغير وده قيمته 500 بيكو فرات. دول الدايره دي هي اللي بتطلع لي التردد العالي. واتحكم في التردد العالي ازاي؟ عن طريق المكثف ده، لان ده مكثف متغير. طب عظيم، طلعت التردد العالي بتاع مين؟ بتاع الموجه الحامله. يبقى خلي بالك بقى معايا، انا جبت، خلي بالك كويس قوي، جبت التردد بتاع الموجه المحموله بتاع التردد المنخفض من خارج الترانزستور Q1 اللي هو المكبر، ورحت مدخله على قاعده الترانزستور Q2 اللي هو المعدل. دخلته عن طريق مين؟ عن طريق C5. يفضل عندي مين؟ انت بتفكرني بالرسم التخطيطي. المعدل او المشكل الاي ام كان ليه دخل من قسم الصوت وليه دخل من قسم الترددات العاليه، صح؟ تمام. انا جبت اللي جاي من قسم الصوت عن طريق C5، الاشاره دي بتاعت تردد منخفض او الموجه الحامله عن طريق C5، ودخلتها على القاعده بتاعت الترانزستور. ناقص دخل تاني لقاعده الترانزستور اللي شغال كمعدل. ناقص مين؟ ناقص التردد العالي. التردد العالي ده هجيبه عن طريق مين؟ عن طريق L2C2. طب طلعت التردد العالي وظبطته على القيمه اللي انا عايزها، عظيم. هنقله ازاي للترانزستور؟
انا عرفت شرط التردد المنخفض دخلت على القاعده. شرط التردد العالي تخش على فين؟ هتخش على مشاعه الترانزستور اللي شغال كمعدل اللي هو كيو 2. يبقى اصبح الترانزستور، خلي بالك معاه كويس قوي، الترانزستور ده اللي هو كيو 2 على القاعده بتاعته فيه التردد المنخفض بتاع الموجه المحموله، وعلى المشاع بتاعه فيه التردد العالي بتاع الموجه الحامله. الاثنين هيخشوا على الترانزستور، واحده الاشاره داخله على القاعده، والاشاره الثانيه اللي هي بتاعت التردد العالي داخله على المشاع. الخارج هيبقى منين؟ من المجمع. طب انا نقلت، خلي بالك معايا، اشاره التردد المنخفض اللي هي خارجه من كيو 1 لقاعده كيو 2 عن طريق سي 5. مين اللي هيجيب لي التردد العالي اللي خارج من دايره بتاع ال 2 سي 2 سي 3؟ اللي هينقل لي الاشاره من دايره التردد العالي على اللي هي اشاره التردد العالي على مشاع مين؟ الترانزستور. تبتدي كده داخل الترانزستور هيبقى في عندي الاشارتين، تتم عمليه التعديل الموديوليشن، ان الترانزستور المعدل ده هيعمل ايه؟ هيبتدي يغير في اتساع الموجه الحامله اللي هي داخله له في المشاع، تبعا للتغيير في مين؟ في اتساع الموجه المحموله اللي داخله له على القاعده. تعال نشوف الكلام ده، تعال نشوف الكلام ده. يبقى انا دلوقتي ادي اللي هو 2 سي 2 جابت التردد العالي، شوف التردد العالي هيخش على مين؟ سي 3 اللي هو 100 بيكو فرات على مين؟ على المشاع. اصبح هنا داخل التردد العالي على المشاع، وداخل هنا على القاعده التردد المنخفض اللي هو جايبه لي سي 5. يبقى التردد المنخفض سي 5 جاي عن طريق جاب لي التردد المنخفض، وسي 3 جاب لي التردد مين؟ العالي. تعال نشوف بعد كده اللي هو الجزء اللي خاص اللي هو خاص بكيو 2. يعمل الترانزستور، خلي بالك بقى معايا، كيو 2 معدل ومكبر في نفس الوقت، مكبر قدره. فاكر في الجزء بتاع الرسم التخطيطي افتكرنا كان في مكبر معدل اي ام، وفي ايه؟ مكبر تردد عالي. يبقى هو مكبر قدره للموجه الحامله ذات التردد العالي الناتجه من مين؟ من ال 2 سي 2. طب جبتها ازاي ودخلتها على المشاع؟ طيب يبقى حسب اتساع الموجه الصوتيه ذات التردد المنخفض. ده عمل مين؟ عمل الترانزستور كيو 2، غير في اتساع الموجه الحامله اللي هي جايه من ال 2 سي 2 على حسب مين؟ للتغيير في اتساع الموجه المحموله بتاع التردد المنخفض. يبقى دي الجزء اللي خاص تاني. يبقى بيعمل الترانزستور كيو 2 معدل ومكبر قدره للموجه الحامله ذات التردد العالي الناتجه من دائره الرنين ال 2 سي 2 على حسب مين؟ حسب اتساع الموجة الصوتية ذات التردد المنخفض الناتجة من المرحلة السابقة اللي هي مرحلة المكبر. ويتم نقل موجة التردد العالي اللي هي من ال 2 سي 2 بواسطة سي 3 الى مشاع الترانزستور كيو 2. طيب دخلنا كده وعملنا عملية التعديل. نيجي بقى نشوف ال 1 سي 1 بتعمل ايه معايا في الدائرة دي. دائرة تنغيم. تنغيم يعني ضبط. دي بظبطها على التردد اللي انا عايزه، على التردد المطلوب. طب اظبطها ازاي؟ اظبطها عن طريق الملف اللي هو قيمته 100 مايكرو هنري؟ لا ما ينفعش، ده قيمته ده ملف ثابت اهو. انما مين اللي هيغير معايا بقى في التردد؟ المكثف المتغير اللي هو سي 1 اللي هو قيمته كام؟ قيمته 500 بيكو فرات. يبقى ده المكثف ال 1 وسي 1، دي دائره تنغيم بظبطها على التردد المطلوب. اما دائره التنغيم اللي هي ال 1 سي 1 الموصله مع المجمع اللي هو مجمع الترانزستور، فيتم ضبطها على التردد المطلوب عن طريق سي كام؟ سي 1. ادي ال 2 سي 2 بعد ما عملت التعديل، برضو باخد الاشاره اللي تم تعديلها عن طريقهم عن طريق ال 2 سي 2 بعد ما طلعوا التردد العالي، يوصلوا لي الاشاره لمين بقى؟ لهوائي الارسال. هوائي طبعا الارسال ابتدي بقى يعمل ايه؟ يغير الاشاره من كهربيه الى اشاره كهرومغناطيسيه. يتم امرار هذه الموجه المعدله عن طريق دائره التنغيم ال 2 سي 2 المنغمه على تردد المحطه. ظبطتها انا خلاص كده، تردد المحطه المراد ارسالها الى هواء الارسال، ذلك لارسال اكبر قدره ممكنه عبر الاسير. وتعمل هذه الدائره على بطاريه تغذيه جهد، طبعا جهد ثابت اللي هو 9، قيمته كام؟ 9 فولت. طريقه عمل الدائره، تعال نشوف بقى الدايره. خلي بالك بقى معايا، انا كل الكلام اللي اتكلمته ده بقول فايده كل جزء بيعمل ايه في الدايره. طريقه عمل الدايره يبقى ايه؟ يبقى انا هتكلم على الاشاره بتمشي ازاي. طريقه عمل الدايره، الاشاره ماشيه ازاي، الاشاره ماشيه ازاي، بتخرج منين وتخش فين على كل، بوصفها من اول مين، بقول الاشاره تخرج من
تخش على الميكروفون تحول لإشارة كهربية وينقلها المكثف لقاعدة ترانزستور تتكبر وتطلع مكبرة على قاعدة على مجمع كيو واحد، تتنقل عن طريق سي 5 لقاعدة بالظبط قاعدة المكبر الترانزستور كيو 2، هديله التردد العالي على المشاع بتاعه، يتم عملية التعديل، وبعد كده اخد الإشارة انقلها على مين؟ على الهوائي. يبقى أنا في التوصيل وفايدة كل جزء بقول كل جزء بيعمل إيه في الدايرة فايدته، إنما في طريقة العمل لا، ده أنا بتكلم بوصف الإشارة إيه اللي بيحصل لها، إيه التغيرات اللي بتطرق على الإشارة من أول ما تخش الدايرة لحد ما تخرج من الدايرة. ده اللي هو يعني المقصود بطريقة عمل الدايرة أو أي دايرة طريقة العمل بتاعتها هنتكلم عليها. يبقى بنتكلم على بتعمل إيه في الإشارة من أول ما بتخش لها لحد ما الإشارة بتخرج منها. طب تعال نشوف طريقة العمل. أول حاجة عندي بتخش الإشارة على مين؟ على الميكروفون، هتتحول من إشارة صوتية إلى إشارة كهربية، ياخدها سي 6 وينقلها على مين؟ على قاعة الترانزستور مين؟ كيو 1 اللي هو المكبر أهو. خرجت الإشارة من على المكبر مع المجمع، طبعا هتتنقل عن طريق المقاومة المتغيرة والمكثف سي 5 إلى قاعة الترانزستور، أدي سي 5 أهو، هيبتدي ياخد الإشارة ويوديها على قاعدة مين؟ كيو 2 اللي هو شغال كمعدل. في نفس الوقت هتيجي مين؟ إشارة التردد العالي عن طريق سي 3 اللي هو جايبها منين؟ جايبها من ال 2 سي 2، تتم عملية التعديل، وبعدين أروح ناقل الإشارة على الهوائي اللي خد الإشارة المعدلة تعديل اتساعي اي ام بعد ما اتكبرت كقدرة، يحولها لي من إشارة كهربية إلى إشارة كهرومغناطيسية ويبعتها عبر الأسير لأجهزة الاستقبال. هنشوف دلوقتي دايرة، ده شكل دايرة عملي لمحطة أو جهاز إرسال بسيط جدا اي ام، ولو بصيت كده هلاقي اللي أنا شفته في الرسم التخطيطي واللي أنا شفته في الدايرة اللي احنا اتكلمنا عليها الدايرة النظرية، هلاقيه برضو موجود هنا في عندي الميكروفون أهو، وبعدين في مكثف برضو عشان ينقل الإشارة، وبعدين عمل وفي عندي مقاومة انحياز أهي لمين؟ للترانزستور. الترانزستور ده اللي هو 2 ان 4 اتنينات ايه، هو اللي شغال بيعمل كل حاجة، وبيضاف ليه كمان العناصر التانية. في عندي مكثف اهو اللي هو 6.8 من 10 نانو فراد، وبرضو عندي في مكثف هنا اللي هو 74 نانو فراد، وفي ملف خلي بالك اهو 1 من 10 مايكرو هنري. وبعد كده بينقل الاشارة على مين؟ على الانتنة اللي هي هوائي الارسال. طبعا المقاومات دي موجودة عشان انحياز مين؟ الترانزستور. والبطارية اللي هتشغل الدايرة دي، يعني الدايرة دي ممكن تتنفذ عادي سهلة جدا اهي بقيمها الحقيقية والطبيعية اللي هي الجهد بتاعي من 3 الى 6 فولت البطارية بتاعتي. يبقى الدايرة دي ممكن انفذها بطريقة سهلة جدا وبسيطة، يعني دايرة مش مكلفة وسهلة جدا. هنشوف بقى الترانزستور اللي اتكلمنا عليه ده اللي هو 2N 4 اتنينات ايه اللي شفناه في الدايرة، عايز احدد اطرافه. ما انا خلي بالك بقى معايا، عشان احط ترانزستور في دايره وهشتغل عليه لازم اعرف فين المجمع وفين المشاع وفين القاعده. امسك الترانزستور كده بالثلاث اطراف قدام مني واعرف ازاي احددها. طبعا زي ما قلنا بنحدد اطراف الترانزستور عن طريق، في عندنا حاجه اسمها الداتا شيت، يا اما عن طريق الاف. الداتا شيت بيعمل لي ايه؟ بخش على رقم الترانزستور وبقول له الترانزستور رقمه كذا، بيديني مواصفات الترانزستور كلها، الترانزستور اللي شغال ايه بالظبط، واكبر جهد بيتحمله ايه، واكبر تيار بيتحمله ايه، ويعمل لي شكل لرسم الدايره لرسم الترانزستور ويحدد لي اطرافه. لان انا طبعا عايز اخد الاشاره اللي خارجه من الميكروفون وادخلها على القاعده، وعايز ادخل التردد عالي على المشاع، وعايز اخد الخارج منين؟ من المجمع. يبقى لازم اعرف الاطراف دي، لازم اعرف مين الاطراف دي. عشان كده جبت لك حتى الشكل بتاع تحديد الاطراف بتاعه الترانزستور اللي هو 2N 4 اتنينات ايه. تعال نشوفها، ادي الترانزستور اهو، وطبعا الداتا شيت قالت لي ان نوع الترانزستور ده ان بي ان، طبعا بيحدد لي نوعه اهو، والرسمه النظري بتاعته اهي. ادي الطرف رقم 1 اللي هو الاميتر، الطرف رقم 2 اللي هو البيز، الطرف رقم 3 اللي هو الكوليكتور. ادي رقم 1 اهو الاميتر باللون الاخضر اهو، اللون البنفسجي ده بيز اللي هو رقم 2 اهو، واللون الثالث اللي هو اللون الاسود اللي هو مين؟ الكوليكتور اللي هو الرمادي الكوليكتور اللي هو المجمع، وده 2N اللي هو 4 اتنينات. يبقى انا عرفت دلوقتي عايز
تنفذ الدايره، كل حاجه عندك متاحه، قيم بتاعت العناصر موجوده عندك، وفي نفس الوقت تحديد اطراف الترانزستور اللي هو شغال بشكل اساسي في الدايره، عرفنا الاطراف بتاعته اللي هو الاميتر والكوليكتور والبيز. نشوف بقى عندي التعديل الترددي اللي هو الاف ام اللي هو فريكوانسي موديوليشن. خلي بالك بقى معايا، احنا خلصنا دلوقتي الجزء اللي خاص بالتعديل الاتساعي. طب احنا كنا بنتكلم عليهم، نتكلم على التعديل الاتساعي والتعديل الترددي ليه؟ افكرك في اول حلقه اتكلمنا فيها ليه اتكلمنا على النوعين دول، لان احنا قلنا انواع، خلي بالك معايا، انواع اجهزه الارسال الاذاعي. تفتكر كده قلنا ايه؟ ايوه تمام، اللي قال كده نوعين اجهزه، بنقسم اجهزه الارسال الاذاعي على حسب التعديل او التشكيل. النوع الاولاني اجهزه ارسال اذاعي تعديل اتساعي الاي ام، النوع الثاني اجهزه ارسال اذاعي تعديل ترددي اف ام. احنا اتكلمنا عن التعديل الاي ام وخلصناه، الارسال كله بتاع الاي ام قلنا بالتفصيل، اتكلمنا عن تعريف التعديل الاتساعي وشخدنا رسم التخطيط لجهاز ارسال اذاعي وخدنا دايره الارسال الاذاعي. جه بقى الدور على مين؟ على النوع الثاني اللي هو التعديل مين؟ الترددي. لما جينا اتكلمنا على التعديل الارسال او الارسال الاذاعي اللي هو الاي ام، وقلنا معنى كلمه اي ام قلناها يعني ايه؟ امبليتيود موديوليشن. امبليتيود موديوليشن اللي هو التعديل الاتساعي. موديوليشن يعني تعديل، وامبليتيود يعني اتساع. طيب النوع الثاني اللي هنتكلم عليه دلوقتي اللي هو التعديل الترددي اف ام. يعني ايه كلمه اف ام؟ يعني فريكوانسي موديوليشن. اسمه خلي بالك معايا التعديل الترددي. تفتكر كده التعديل الاتساعي؟ كلمه تعديل اتساعي يعني اتساع الموجة الحامله كان بيزيد ويقل، تعديل اتساعي. طب التردد اللي كان بتاع الموجة الحامله كان قيمته كان بيتغير؟ لا، في التعديل الاتساعي ده انا بقوله اهو بتاع الاشاره عباره عن مين؟ عباره عن اتساع وتردد. في التعديل الاتساعي مين اللي بيتغير؟ الاتساع، والتردد ثابت. طب التعديل الترددي؟ برافو، اللي قال كده صح، التردد هو اللي هيتغير والاتساع ماله؟ ثابت. ده انا بقول تعديل، تغيير ترددي. يبقى التردد بتاع الموجه الحامله هو اللي هيزيد ويقل والاتساع ثابت. ده معنى كلمه التعديل الترددي. كلمه فريكوانسي موديوليشن، فريكوانسي يعني تردد وموديوليشن يعني تعديل. يبقى كلمه اف ام عرفناها وكلمه اي ام عرفناها. يبقى اذا دلوقتي لما نيجي نسمع صوت اذاعي او اي حد في محطه بيتكلم بيقول هنبعت موجات الاي ام وموجات الاف ام، فانت عرفت على طول يعني ايه اي ام ويعني ايه اف ام. ومجرد ان انت هتبص تمسك جهاز الاستقبال بتاع الاذاعي جهاز الراديو، بص على المينا بتاعته هتلاقي مكتوب اي ام واف ام. لو جهاز شغال ايه؟ اتنين موجه. لو جهاز شغال موجه واحده هتلاقي مكتوب عليه اي ام. اذا انا عرفت المعنى بتاع كلمه اي ام وكلمه اف ام. تعال نخش ونشوف ايه التعديل الترددي ونعرفه ازاي وهو الغرض منه. وزي ما اتكلمنا على التعديل الاتساعي بالتفصيل، هنتكلم بنفس النظام على التعديل الترددي. تعال نشوف الكلام ده. التعديل الترددي اللي هو الفريكوانسي موديوليشن اللي هو الاف ام، هناخد الهدف او الغرض من التعديل الترددي الاف ام. حد فاكر، خلي بالك بقى معايا، حد فاكر منكم الغرض من التعديل الاتساعي لما اتكلمنا عليه؟ حد فاكر الكلام ده؟ فاكرين. ايه الغرض من التعديل؟ نوضح الفكره دي كويس قوي، ركز بقى معايا في الكلام اللي هقوله وهفكرك بالكلام اللي احنا قلناه قبل كده. ايه هو الكلام اللي قلناه قبل كده؟ قلنا الغرض من التعديل بتاع الاتساعي، التعديل الاتساعي هو ايه؟ بحط موجة التردد المنخفض على موجة التردد العالي بعمل عملية التعديل. ليه؟ عشان تروح لمسافات بعيدة، عشان تروح لمسافات ايه؟ بعيدة، توصل لأجهزة الاستقبال. طب بعد ما قلنا
الاشاره دي وصلت لجهاز الاستقبال، انا عايز الموجه الحامله في حاجه، لا ببتدي افصل الموجه الحامله عن المحموله، قلنا عن طريق دايره الكشف. طب ما الكلام ده كله اللي احنا قلناه في دايره التعديل او الغرض من الهدف والغرض والهدف من التعديل الاتساعي، لازم نقول الغرض والهدف من التعديل الترددي هو نفس الغرض ونفس الهدف، مع اختلاف مين؟ مع اختلاف ان انا هتعامل مع اشاره ايه؟ اف ام، معدله تعديل اتساعي، تعديل ترددي. انما قبل كده كنا بنتكلم على التعديل مين؟ الاتساعي. تعال نشوف ايه اللي هيتم. طبعا دي في اشاره معلومات اللي انا عايزها ابعتها، هحطها على موجه تردد عالي واشوف الاشاره اللي اتغيرت في التعديل الترددي شكلها ايه. المراحل كلها عليها زي بعض، انما مين اللي هيتغير؟ شكل الاشاره. اللي بتعامل هنا مع موجه مين؟ مع موجه اف ام. تعال نشوف الكلام ده. الهدف او الغرض، يعني لما قلنا لك لو سالتك سؤال قلت لك الهدف من التعديل الترددي اف ام او الغرض من التعديل الاف ام، هنشرح الجزء ده بقى اللي هو ان انا ابعت الاشاره من الارسال للاستقبال. خلي بالك بقى معايا، بص كده على الشكل اللي قدام مني، هلاقي ايه؟ هلاقي عندي في موجه او اشاره المعلومات اللي هي الموديوليتنج سيجنال، الاشاره المعدله اللي هي هتغير في تردد الموجه الحامله. هنا الاشاره اهي داخله اهي اللي هي اوديو سيجنال، داخله على مين؟ على معدل التعديل الترددي اللي هو في اف ام موديوليشن. دخلت له مين بقى؟ اشاره الموجه الحامله الكارير ويف اهي اللي هي التردد العالي، دي اشاره طبعا ترددها ثابت واتساعها ثابت بتاع الموجه الحامله. لما تخش لها الموجه، تخش الاشاره بتاعت اشاره المعلومات او الموجه التردد المنخفض، ايه اللي هيحصل في دي؟ في التعديل الاتساعي كان الاتساع بيزيد ويقل واللي ثابت التردد، لا اللي هيحصل غير كده خالص في التعديل الترددي. ايه اللي هيحصل؟ بص التردد قل، ادي ثلاث ذبذبات وبعدين ادي الذبذبات ضيقت مع بعضها شويه، وبعدين كده التردد قل، وبعد كده التردد زاد وهكذا. التردد هو اللي بيتغير والاتساع هو اللي ثابت، الارتفاع بتاعها ثابت. عملت عمليه التعديل ودي الاشاره المعدله اللي هي الميدوليتك ويف، بعد كده بروح بعملها على محطه او اوديها لاجهزه الاستقبال. الاشاره المعدله جت اهي زي ما هي، موجه حامله وموجه محموله، تخش على كاشف التعديل الترددي اللي هو الاف ام دي موديليشن او موديليشن، يبتدي يرجع لي الاشاره الاصليه، يفصل الموجه الحامله عن المحموله ويرجعها لي تاني لاشاره المعلومات اللي انا كنت باعتها. يعني انا لو باعت، خلي بالك بقى معايا، لو انا باعت صوت اذاعي معدل اف ام، خلاص الصوت دخل على الميكروفون تحول لاشاره كهربائيه، دخلت الاشاره الكهربائيه على المعدل اللي هي الاشاره بتاعت الصوت يعني اللي هي معبره عن الصوت، وفي نفس الوقت دخلت الموجه الحامله اللي هي الكارير ويف على المعدل، طلعت الاشاره معدله تعديل ترددي. دي اشاره صوت اهي معبره عن صوت. خدت الاشاره المعدله دي بعتها لاجهزه الاستقبال واستقبلتها اجهزه الاستقبال ودخلت على دايره الكشف، فصلت الموجه الحامله عن المحموله. خلت الموجه المحموله خرجتها على المراحل اللي بعد كده، نفترض ان هي صوت تطلع لي على السماعه. نفس الصوت اللي كان في محطه الارسال في الميكروفون. يعني انا بتكلم دلوقتي قدام منك اهو، والصوت على فكره في جهاز الارسال التلفزيوني اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي حاليا وانتوا شايفيني على الشاشه، الصوت بيعدل اف ام. زي ما انا بتكلم دلوقتي الصوت وصل لك ازاي؟ اتعمل له عمليه التعديل وبعد كده اتعمل له عمليه الكشف وخرج تاني على السماعه صوت بالظبط زي اللي كان امام المايك. تعال نشوف بقى عمليه الغرض او الهدف من التعديل الترددي جزء جزء وخطوه خطوه عشان يبقى فاهمينها بايه بالتفصيل. تعال نشوف الكلام ده الشكل بتاعنا. تعال نشوف بقى الكلام ده بيتعمل ازاي خطوه خطوه. شرح الهدف او الغرض من التعديل الترددي اللي هو الاف ام. ادي الموديوليتنج سيجنال او الاشاره اللي احنا بنقول اشاره الصوت، الاشاره الكهربائيه المعبره عن الصوت اللي خارجه من الميكروفون اهي. هنعمل ايه عمليه التعديل ازاي؟ تخش على مرحله في الارسال، طبعا هتخش على مرحله مين؟ الاف ام موديليشن. ما ينفعش التعديل عن طريق موجه واحده، لازم يكون عندي موجه حامله الكارير ويف اهي. ادي الموجه الحامله دخلت على المعدل، تطلع الاشاره المعدله اهي
متغيره في مين؟ في التردد والاتساع بتاعها ثابت. ده كل ده فين؟ في الارسال. هبتدي ابعتها على اجهزه مين؟ الاستقبال. اجهزه الاستقبال تستقبل الاشاره اللي كانت خارجه من هواء الارسال. طبعا كان في موجه حامله وموجه محموله اهي، معدله تعديل ترددي. تخش على مين؟ على الكاشف بتاع الاف ام. كاشف مين؟ الاف ام، موجات الاف ام. يعني لو دخلت الاشاره اي ام ولا هيحس بيها خالص، هو مسؤول عن انه يكشف الاشاره المعدله اف ام. اهو ياخد بقى الاشاره دي، يفصل الموجه الحامله عن المحموله، هي رجعت اشاره كهربيه معبره عن الصوت مره تانية. يعني دي اشاره خارجه من الميكروفون ودخلت على المعدل، دي اشاره خارجه من الكاشف وبعد كده تخش على السماعه، يبقى ده الصوت بتاعنا. او الاشاره بتعدل ازاي تعديل الترددي. تعال نشوف بقى التعديل الترددي معناها زي ما قلت لك الاف ام اللي هي فريكوانسي موديوليشن. اهي معنى كلمه اف ام معناها فريكوانسي موديوليشن. تعال نشوف الكلام ده بيتم ازاي. ادي التعديل اهو، خلي بالك مرحله التعديل، وادي عندي الاشاره بتاعت المعلومات. شوف الجزء ده كله جزء جزء جزء، وادي اللي هيتم فيها. ادي الكارير ويف، وادي الاشاره اللي خارجه المعدله. خلي بالك كل ده احنا ما عرفناش التعديل الترددي. امال احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في التفاصيل اللي هي هتخليني افهم التعريف مش احفظ التعريف. خليك فاكر الكلام ده كويس قوي. يعني احنا بنشرح كل التعديل الترددي ده وبنتكلم عليه جزء جزء، وشكل الاشاره كذا وهيحصل فيها كذا. كل ده انا ما بداتش بايه؟ بتعريف التعديل الترددي. لا، احنا مش هنقول ونحفظ زي ما قلت لك في اول حلقه. لا، انا دلوقتي بفهم شكل الاشاره عندي متغير في التردد والاتساع بتاعه ثابت، وايه اللي حصل؟ جه منين الشكل ده؟ جبت موجه تردد منخفض وجبت موجه تردد عالي ودخلتهم على دايره التعديل اف ام اللي هو التعديل الترددي، وخرجت الاشاره بالشكل ده. شفت الاشاره اللي داخله، الاشارتين اللي داخلين، تردد منخفض تردد عالي، وشفت الاشاره اللي خارجه متغيره في التردد والاتساع بتاعها ثابت. كل ده عشان لما اجي اقول لك تعريف التعديل الترددي 1 2 3 يبقى انت فاهم مش حافظ. جت منين التعريف ده؟ فاهمه مش حافظه. وده الجزء اللي هنتكلم فيه بالتفصيل. نرجع للشاشه مره تانية، وشفت دلوقتي كده عمليه التعديل الترددي. بص خلي بالك بقى معايا، اما شوف الرسمه دي، ادي اشاره المعلومات اللي هي الموديوليتنج سيجنال، وادي الكارير ويف. بص بقى خلي بالك معايا، في عندي هنا جزء عايزك تفهمه كويس قوي. في عندي اشاره هي بتتغير من الصفر، تطلع لاقصى قمه الصفر اللي هو، بص بقى خلي بالك معايا، الاي والسي والاي والجي، قيمه واحده اهو سنتر. اعلى قيمه في الاشاره اللي هي البي، واقل قيمه في الاشاره اللي هي الدي، وطبعا البي زي الاف. ليه انا بقول كده؟ كل نقطه من دول هتجيب لي تغيير في التردد والاتساع ثابت. تردد مين؟ تردد الموجه الحامله اهي. تردد الموجه مين؟ الحامله. ثابته اهي زي ما احنا شايفينها اهو، تمام، ثابته فين؟ في التردد وفي الاتساع. ايه اللي حصل في النقطه بتاعت الايه؟ بص عادي الذبذبات كام؟ 3. زي مين؟ زي السي وزي الاي اهو، 3 ذبذبات عم السي والاي. طب في نقطه بي، لا ده بقت 6، بقى 6 ذبذبات اهم اللي هو اعلى قيمه. نزلت للسي ثانيه رجعت الثلاثه. نزلت مع مين؟ للدي، بقت كام؟ بقت 2. يبقى اذا التردد اهو بيزيد ويقل بتاع مين؟ تردد الموجه الحامله على حسب مين؟ الموجه المحموله اللي هي موجه التردد المنخفض. يبقى انا فهمت دلوقتي لو انا قلت لك التعديل الترددي هو التغير الحادث في تردد الموجه الحامله اللي احنا قلنا 3 و4 والذبذبات بتتغير، تغير لمزاجها؟ لا، تبعا لمين؟ تبعا للموجه المحموله اللي هي موجه التردد المنخفض. كده يبقى انا فهمت الشكل العام والمفهوم العام لمين؟ لمعنى كلمه التعديل الترددي اللي هو الفريكوانسي موديوليشن. كده احنا قطعنا جزء في التعديل الترددي، هنكمل طبعا وهنشرح رسم تخطيط الجهاز الارسال بتاع الاف ام، ونشرح دوائر الاف ام. الكلام ده هيبقى ان شاء الله باذن الله هيجي فيه
الحلقات القادمة. بكده احنا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمشاهدة، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله.